بلكي تديري مكان انت ما بتعرفي عنه شيء. كيف يعني؟ وانت اللي صار لك مسافر كل هالسنين بتعرف تديره لهيدا المكان؟ طبعا بعرف، بس يعني انه انا متربي هون جوات هذا المكان؟ بعدين انا سافرت كل هالسنين ودرست وتعبت وصار عندي خبره بالاداره. انت شو خبرتك؟ انت جامعتك بالزور لحتى كفيتيها. ليك يوسف، انا ما رح اسمح لك تحكي معي بهالطريقه، وحقي حقي انا رح اعرف اخده. أنا بآخر هيدا الزمن بدي كان أشتغل فاندوز بشركة بابا؟ بتعرفي ماما؟ يوسف طلع منه هين بالمرة، وفي كتير قصص عنه نحن ما بنعرفها. أول شي بيخطب ميرا كرمال مصريات بيا، وهلأ بده يمنعني دير حقي بشركة بي؟ الله يسامحك يا بابا شو عملت فينا. بس لا لا، أنا ما رح أسكت على حقي، لو حتى اضطريت إني أرفع دعوة عليه. شو هالحكي هيدا؟ ترفع دعوة قال بلا حكي فاضي. شو بدي كاني اسكت عن حقي؟ طبعا لا، بعرف اللي رح اقول لك اياه مش رح يعجبك، بس العقل بيقول انه لازم تقبلي عرضه. اقبل عرضه؟ طيب ولنفترض اني قبلت عرضه، اذا اصحابك واصحابي شافوني شو بدهم يقولوا عني؟ اصحابك اخر همي ولازم يكونوا اخر همك انت كمان. هلا الموضوع بيتعلق بمستقبلك ومستقبلي انا معك، ولازم نعمل أي شيء لحتى نضمنهم، فهمي بقى؟ شو قصدك؟ قولي شو قصدك؟ اسمعيني منيح يارا، من زمان بيك كان موجود، كانت حياتنا مستقرة برغم كل المشاكل اللي كانت بدونتيل، بس هلأ الوضع اختلف وما بقى فيه يرجع مثل قبل. هلأ في يوسف وفي عمك اللي الله أعلم شو ناوي من ناحيتنا، منشان هيك لازم تستغلي أي فرصة بتجي قدامك وتحطي إجرك بالشركة. عم تفهميني؟ بس أنا ليش بدي أتنازل عن حقي؟ ما زال أنا وحدة من مالكين الشركة. إذا كانت هاي الطريقة الوحيدة اللي بتخليكي تضمني حقك اعمليها، وإذا كان يوسف عم يعمل هالشي بنية طيبة فلازم تفرجيه إنك قد وقدود. أما إذا كان قاصد يمنعك عن حقك مثل ما أنت مفكرة، فمعناتها لازم تكوني أذكى منه وتقبلي. ماما ليش هاي أول مرة بحسك مش مطمنة من ناحية يوسف؟ لا مش هيك، بس الشيء الأكيد بكل التغييرات اللي عم بتصير إنه أنت وأنا الحلقتين الأضعف، ومثل ما قلت لك من قبل لازم نتعلم كيف نتأقلم مع أي وضع.